أيها الأخوة الكرام والأخوات المؤمنات، سيتوجه أبناؤنا وبناتنا الأعزاء غدا السبت إلى فصولهم ومدارسهم إلى عام دراسي جديد. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في عامهم الدراسي هذا، يوفقهم لنيل العلم ونيل الآداب ونيل الفضيلة والأخلاق، وأن يوفق مدرسيهم وأساتذتهم لتعليمهم وتهذيبهم وتربيتهم تربية صالحة، وتعليمهم تعليما يرتقي بهم إلى الدرجات العليا والمراتب السامية. كذلك نهيب بالآباء والأمهات أن يأخذوا هذا العام الدراسي بجد، فيحثوا أبناءهم حثاً كبيراً على المواظبة والسير والسلوك في طلب العلم، وأن يحثوهم على طلب العلم للعلم والوصول إلى الدرجات السامية، وأن يقفوا إلى جانبهم، وأن لا يجعل كل اهتمامه بابنه هي بملبسه ومأكله وخرجيته ومصروفه وما شابه ذلك، بل ليصب اهتمامه على دراسته وسلوكه وأخلاقه. فبالأمس كان المسلمون يتعلمون في المساجد، وكانت المساجد هي محطات الدرس والتحصيل الذي تخرج منها طلاب العلم والعلماء الكبار مدى التاريخ، واليوم تحول إلى محلات الدرس هي تلك المدارس الأكاديمية. فينبغي بالآباء أن ينتبهوا إلى أبنائهم من الناحية السلوكية والتربوية والأخلاقية اهتماماً كبيراً جداً، وعلى المدرسين أيضاً أن يضطلعوا بهذا الدور، وأن هو بنفسه يبدأ بنفسه أن يكون متربياً وأخلاقياً ليتمكن من إيصال الأخلاق والتربية والسلوك إلى الطلاب. وعلى المدارس أن تطلع بدورها، ونحن كمجتمع نريد أبناء متعلمين مهذبين متخلقين بالأخلاق الإسلامية الحميدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الطلاب والأساتذة والآباء جميعاً للقيام بواجبهم، ونسأل الله أن يكون هذا العام الدراسي الجديد عاماً حافلاً بالعلم والمعرفة والسلوك والآداب والأخلاق، إنه سميع مجيب.